بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية المنافسة بين بطلين، والآن مع درس عذرا يا جدي. عذرا يا جدي، اقرأ هذه الكلمة يا سعود. ما نوع المد بها؟ أيوة كسرة. أيوة المد لإما يكون ألف أو واو أو ياء. المد هنا واو أم ألف أم ياء؟ ياء. أحسنت، يبقى هنا مد بالياء. براء، اقرأ لي هذه الكلمة يا براء. اكسر الحاء. ما اسمها؟ حصتي. يا سلام عليك، أنت الآن وقفت على كلمة حصة. لماذا وقفت على الصاد يا براء؟ لأنها حرف مشدد، حرف قرأنا الصاد ساكنة حص ثم مفتوحة ص، حص ص طي. ممتاز، اجلسا، أحسنتما، خذا جائزة. تعال يا هتان، تعال يا فهد. هتان اقرأ هذه الكلمة يا هتان، ابدأ من هنا، يلا هيا. ألف ولام في الأول يا هتان. ألف يا عندك يا وي و تي. ما اسمها؟ ما اسم هذه الكلمة؟ كم مرة أخرى؟ القراءتي. أحسنت، وأنت يا فهد اقرأ هذه الكلمة. ممتاز، كلها مرة أخرى. ممتاز، رائع، تستحقان جائزة، تفضلا. طبعا نحن في بداية العام، لذلك لا نكسر من القراءة، المهم القراءة الصحيحة. ليس ونواف. ليس، اقرأ هذه الكلمة يا ليس. المعلم. أحسنت، هل هنا حرف مضاعف؟ ما هو الحرف؟ اللام. اللام تنطق كم مرة؟ مرة ساكنة المعل وكسرة لي، ومرة متحركة. أحسن، أريد نواف يقرأ هذه الكلمة. هذه الكلمة التاء. ما هذا الحرف؟ ذو ولا ذا؟ ذا، لأن علي فتحة أم ضمة؟ فتحة. يبقى اسمها التلامي. ذو ولا ذا؟ التلاميذ. ذا، أحسنت يا بطل، تفضل تفضل. عندي سلطان وأحمد، تفضلا. عندي سؤال وليست قراءة. هذه الكلمة سلطان وأحمد، شمسية أم قمرية؟ شمسية. كيف عرفت أنها شمسية؟ عشان عليها شادة. وأنت يا أحمد كيف عرفت أنها شمسية؟ عشانها لا تنطق. اللام لا تنطق، ممتاز. يبقى أول شيء يأتي بعد اللام حرف مشدد، الثاني اللام لا تنطق. هناك علامة ثالثة من يعرفها؟ اللام، اللام مالها؟ انظر إلى اللام، ما في عليها سكون. كمان بيأتي بعدها حروف غير ابغي حجك وخف عقيمه، التاء والساء
والدال والزال والراء والزاي والنون واللام والدال والزال والصاد والضاد. تفضل. تعال يا فراج أنت وعبد الملك. اقرأ هذه الكلمة يا عبد الملك. ما شايفك. اسمها ايه؟ اكسر الالف، اكسر الالف. اقترب هنا. ها كلها مرة أخرى، مرة أخرى. انظر إلي. اسمها؟ بماذا تلتهي؟ ألف مكسورة. اسمها ايه؟ لأنها تنطق إلى، تنطق ألف ولكن تكتب على صورة الياء. طيب أنت يا فراج اكتب، اقرأ هذه الكلمة. مكتبة. اكسر التاء. مكتبة. مكتبة. تو والتي؟ مرة أخرى. مكتبة. كم مقطع؟ المقطع الأول يتكون من؟ خمس. لا، أول حرف مك. هذا مقطع وهذا مقطع وهذا مقطع وهذا مقطع. كم مقطع؟ أربع مقاطع. المقطع الأول مك. الثاني. الثالث. الرابع. أربع مقاطع. تفضل جائزة. عندي من لم يشارك بعد؟ تعال يا ريان أنت وتركي. يا تركي اقرأ هذه الكلمة يا تركي. مدرسة. البداية ألف ولام يا تركي. ما اسم هذا المقطع؟ أيوة ال. وهذا المقطع الثاني؟ الثالث. را. الرابع. ساتي. سا وخامس تي. يبقى ال مد را سا. كم مقطع؟ خمس مقاطع. كلهم تالي يا تركي. المدرسة تي. أحسنت. تفضل أنت يا ريان. ما هذه الكلمة؟ اقترب. هذه لام. هذه اللام مع اللام. لل. اسمها اقترب اقترب. للقي. للقراءة. هذا المقطع الأول وهذا المقطع الثاني. هذا المقطع الثالث. هذا الرابع. هذا الخامس. خمس مقاطع. سأعطيك جائزة. الجميع شارك. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.